هو مسجد ابو يعني. انا سعيد جدا كيف اكون هنا في محافظه العين واحنا ممتنين جدا لحكومة وشعب فرنسا والشكر ايضا موصول للقوات المسلحة الفرنسية في شاركتنا في تحرير محافظتنا. D'abord, venant d'un homme comme vous au passé ministère prestigieux, je suis très sensible au fait que plein d'autres projets et je sais qu'il y a un projet tout particulièrement. احنا علاقاتنا مع الجانب الفرنسي علاقات قوية منذ عمليات التحرير. كانت فرنسا هي احدى الدول الفاعلة في قوات التحالف ضد عصابات داعش، وفي صفحة الاعمار ايضا فرنسا كانت الى جانبنا، بصماتها موجودة في جامعات الموصل وجامعة نينوى وأيضا في المستشفيات، ومنها مستشفى سنجار الآن، ومن قبل صالات عمليات وغيرها. يعني الجانب الفرنسي كان إلى دور كبير في مدينة الموصل. أيضا لا ننسى زيارة فخامة الرئيس الفرنسي اللي ألقت بظلالها بشكل كبير على محافظة نينوى وعلى مدينة الموصل. اليوم تحدثنا أيضا مع سعادة السفير عن القرض الفرنسي الخاص بالمطار، وحقيقة كنا واضحين معه وهو أيضا واضح. احنا نتمنى أنه جهود السفير الفرنسي وجهود الحكومة المركزية من شأنها أن تحيي القرض الفرنسي هذه السنة، لكن حقيقة تأجيل القرض على السنة القادمة حقيقة احنا ما نقدر وما نتأمله. ذكر لي السفير الفرنسي أنه عنده جهود ومباحثات مع الحكومة العراقية المركزية خلال هذه الأيام يتأمل، وإحنا أيضا نتأمل معه أنه تحيي القرض الفرنسي على هذه السنة. فإذا كان ذلك إحنا ماضين بهذا الاتجاه. Depuis ce moment, avec de très nombreux programmes de coopération. حقيقة نحن دائما كنا وما زلنا مع سكان محافظة الموصل، محافظة نينوى ومدينة الموصل سابقا ولاحقا وعلى مختلف الصعد والبرامج. Je ne vais pas les énumérer, on n'a pas le temps, mais ça couvre presque tous les domaines de la santé, à l'éducation, à l'université dont nous venons, et plein d'autres sujets, l'accès à l'eau et bien d'autres. لن أقوم بتعديد هذه المشاريع لأن لا يوجد الوقت الكافي، ولكن نبدأ بالتعاون الجامعي، المدارس، المستشفيات، وحتى الحصول على المياه العذبة. Et puis le gouverneur a parlé d'un projet très important, bien sûr, celui de l'aéroport de Mossoul. السيد المحافظ تكلم عن مشروع مهم جدا ألا وهو مطار الموصل. Qui est très important pour la population de Mossoul du gouvernorat. وهو مهم جدا بالنسبة للموصل مدينة والمحافظة نينوى بصورة عامة. La population est impatiente, le gouverneur est impatient et il a raison et ils ont raison. حقيقة أهل الموصل ومحافظها ينتظرون بفارغ الصبر لتنفيذ هذا المشروع وهم محقون في هذه المسألة. J'ai redit au gouverneur que la France est prête. أنا ذكرت للسيد المحافظ أن فرنسا على أتم الاستعداد. La volonté politique de travailler avec la partie irakienne sur l'aéroport est très claire. العزيمة السياسية والقرار السياسي للعمل بهذا الاتجاه مع سلطات المحافظة واضحة ودقيقة. Les financements sont disponibles. التمويل جاهز. Ils sont disponibles maintenant. وهي من الآن التمويل جاهز. Et les entreprises françaises sont prêtes. Elles ont remis leurs offres très clairement, leur offre très clairement à la partie irakienne. وأيضا الشركات الفرنسية مستعدة وقدمت
عروضها من منذ فترة إلى الجانب والسلطات العراقية. Je sais que le premier ministre irakien souhaite que ce projet avance. Je sais que le gouverneur souhaite que le projet avance. أنا أعلم أن السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي والسيد المحافظ يريدون أن يروا هذا المشروع يمضي قدما. Je sais que la population l'attend. وأنا أعلم أن أهل الموصل ينتظرون هذا المشروع. Et je vous dis que la France est prête. لذلك كما قلت فإن فرنسا مستعدة. Nous allons avoir, dès que je reviens à Bagdad ce soir, nous allons avoir à partir, dans les jours qui viennent, des discussions très intenses pour finaliser, je l'espère, la possibilité que ce projet avance. حال عودتي مساء هذا اليوم إلى بغداد ستكون لدينا اجتماعات مع السلطات العراقية في بغداد حتى نضع اللمسات الأخيرة وأن يتم فعلا الشروع في تنفيذ هذا المشروع.